الناس اللي في التحرير دول لو مطالبهم ما اتحققتش والشهداء اللي ماتوا لو حقهم ما جمش لأهل الشهداء دول يبقى كده خلاص قاعدين في الميدان حتى لو الدنيا خربت احنا قد المسؤولية واحنا مستعدين لضرب النار هنا. ملوش شكل او ملوش عادي عديم الشكل مفيش دخان الكهرباء الغريبه ما بتطلعش دخان بس بتخنق اكتر من الكهرباء مسيل الدموع ده نووي دخان ده نووي مش مسيل الدموع نور يا عم كل ثانية واحد بيموت محمد محمود فمقبرة بالنسبة لنا.